مرحبا بكم في سي بي سي برنا، معكم شيف وجدي بركوس في الكوجينة التونسية الزمنية الخفيفة البنينة اللي ما تتكلفش برشا ونجمو نطيبوها في الدار ونحبوا الكوجينة نولي نحبوها مع شكورفي نولي نخدموا فيها عليز وعاملين جو تشموا هواء بنين تشموا ريحة بنينة في الكوجينة ريحة الطنجرة اللي تغلي ريحة الصلصة ريحة البصل ريحة الثوم اللي تشتح في وسط الطنجرة بون نفيق شوية ومش نعطيكم لي دو غوسيت اللي عملناهم اليوم. بالنسبة لليوم عملنا كعبر زيتون. كعبر زيتون هذوما ماكلة بنينة 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 برشا وخفيفة فريمون ان ديليس. روسيت سهلة، ماخذ حم مفروم تاع دجاج صدر دجاج، ماخذ زيتون أخضر شوية جبن وباش يتخلطوا كل مع بعضهم، من بعد باش يتقلاو عما باش يطيبوا دون صوص. الصوص كالعادة شوية طومات كونسنتري شوية طومات فريش شوية وفاح شوية بهارات شوية ثوم شوية بصل، حاسينو باش نعملو فيها برشا جو. وبالنسبة للانتخي متاعنا خذيت اون انتخي خفيفة برشا كالعادة نصنفو بالخضر اللي عندنا الكل نعملو بها برشا بريباراسيونات. اليوم باش نعمل سلطة تاع بيتنجان، اي سلطة تاع بيتنجان نعملوها سلطة تاع بيتنجان وتجيب لينا برشا وسورتو سورتو سورتو اللي يحبها تبدا حارة يحط فيها شوية هريسة. وتفكروني فيها الروسيت متاعنا فيها بيتنجان سيي لهنا حضرتها قليتها اون بتي مورس بتي كوب قليتها حضرت. علاش؟ قالت لها سيت اون سلاد فخواد لازمها تبرد البيتنجان فيها البصل فيها الطماطم فيها المعدنوس فيها التون فيها شويه ثوم وكان حبوا نزيدوها شويه هريسه عربي ولا شويه هروس ولا نشخشخوها كيما نحبوا احنا وناكلوا وصحة وبشفاء لينا. توا باش نبداو بالكعبر متاعنا. الكعبر متاعنا راه مام صعب برشا. أول حاجة باش نعملها ساعة باش نحط نطيب الصوص. علاش؟ خاطر باش من بعد نلقاها صوص حاضرة باش نسقط فيها كيما نقولوا احنا في تونس، نسقطوا فيها الكعبرات تاع الزيتون اللي عملناهم. باش نحط كالعادة الزيت باش يبدا يغني شوية زيت نباتي وشوية زيت زيتونة مش برشا على هذا زيت زيتونة تعطينا كل نكهة البنينة متاع الأوليف والكل هذاك علاش نحط ديما شوية زيت زيتونة. تو باش نعمل باش نخليه يسخن شوية باش نزيدولو شوية بصل شوية ثوم ونبدأ نخدموا على ريحتنا. لهنا نحط شوية بصل شوية ثوم تبدأ تغني الطنجرة وتبدأ ريحة تبدأ طالعة بنينة بتاع البصل والثوم اللي موجودين في وسط الطنجرة متاعنا اللي هي توا بدات تغني وبداو لفاح يشتحوا في وسطها. باش نعمل باش نحط الطماطم المعجونة. بالنسبة للطماطم المعجونة ما نحطوش برشا خاطر الصوص متاعنا ما تجيش حمرا برشا تجي كيما نقولوها مستزرة شوية، معناتها باش نحط أقل من مغرفة متاع قهوة طوماط كونسونتري ونجم نعطيها لا كولور باغ إكزومبل أورانجي. نحط لها شوية كركم معها أما مش خليها ناتوريل. اليوم نحط الطماطم الكعب اللي قسيتهم هم بتي دي نخليهم يتقليو في وسطهم حتى الطماطم هذيك تذوب تذبال كما نقولوا وتيخ. نكملوا نفوحوا لفاح متاعنا، ما عنديش شوفيح سبيسيال اللي هو ديما شوية فليها شوية ملح
وشوية رس حانوت. وعلى لهنا حطينا الفاح، بديت الريحة تطلع، بتطلع ريحة لبنينة بتاع طماطم المعجونة، طماط فريش. فريمون سي ان ديليس، سو بلا اي ان ديليس. خليه يميجوتي شوية، حطوا له شوية ماء، مش برشا ماء خاطر تبدا الصوص كونسنتري شوية. هلا ونخليوها تمشي سلة سلة كي العادة، افدو تمشي الطنجرة تاعنا سلة سلة. توا باش نحضرو لو فامو كعبر الزيتون. الوغ لا نجي لهنا، خذيت انا ابوبري نقولو ناخذ 100 غرام تاع بلون بولي بارابور الطنجرة اللي باش نعملها انا اليوم، فهمتوني؟ ناخذ 100 غرام بلون بولي نحطو معاه الثوم، الثوم باش يفوح لنا الاسكالوب باش ما يعطيناش لوغو معناتها شويه زفر نتاع الدجاج، شويه بصل. علاش البصل؟ باش يعطينا لونكتيوزيتي، البصل فيه الماء يسيب الماء في وسط الواحد ما تجيكش كعبوله شايحه. حطوا جبن رابي، اي نوع نتاع جبن حطوا، حطوا شويه اسحانوت، ملح وفلفل الاكحل. فوالا لهنا بالنسبه للبريباراسيون تاعنا، حضر باش نحط لها شويه زيت ونخلطهم كل مع بعضهم. خلطهم ولا تعجنهم، اونتر نو تعجنهم خير. هلا عجنتهم مليح مليح مليح، نخلي لفاح ديما، نخلي لفاح يدخل في وسطهم باش يسيب اللقوم تاع في وسط الدجاج والفرماج والكل. نخليه ترتاح شويه خاطر مازلت عندنا دوطخ بريباراسيون باش نحضروها. باش نعمل توا باش نحضر الزيتون، زيتون خذيت الزيتون الاخضر خاطر الزيتون الاخضر يجي بنين مع تاساس ماغي بكدا بكدا، يمشي بكدا بكدا مع الدجاج ومع الكويسون تاعنا في الدجاج وكل، يمشي بكدا الزيتون الاخضر. عندي لهنا الزيتون الاخضر باش نقصو اون دو ولا نقصو اون كات حسب الكبر الزيتون اللي عندي. لهنا باش نقص الزيتون اون دو، حضرهم هما اسمه كعب الزيتون. كان باش نقعد نحشي الكعبه، كعبه الزيتون يحب لي 3 كيلو زيتون وما يشبعوش خاطر لازم كلكو شوز بنين كيما نقولوها ويشبع وما يتكلفش. اون بلوس دو سا داني قصيت الزيتون اللي عندي الكل، نطلوا على طنجرتنا تمشي امورها واضحه، نقص عليه غاز خليها في الدو. السلطه طنط ليها وبيك تنرجع لكم بعد شويه. نكملوا لهنا اش نعملوا؟ نجيو نكعبروا اللحم مفروم، نعملوا معناتها كعبر جينيروز كيما نقولوها كعبوله باهيه، ونجي نلصق الزيتون، حط كعبتين ثلاثة كما نحبين ونكعبرها. هلا نعمل نشق الزيتون كما جا جا، تنقلكم علاش نحطو كما جا جا خاطر بعد باش يتكفل ويتقليه، يتقليه في الزيت هذاك علاش نحطوه كما جا جا الزيتون.
نجم مثلا نحطوا كعبه في الوسط ونسكروا عليها باللحم مفروم، بعد النجم بعد الفاسو ونجم نتاعش نعملوا اخر نجم. ما هو باش نلحي انا الاسكالوب، باش نلحي الاسكالوب اللي عندي نجم نلحي معها الزيتون الاخضر، معناتها نحط الاسكالوب والزيتون الاخضر نلحيهم كل في الميكسر كيف كيف، معناتها لازم لوغو تاع الزيتون يجي في وسط الكعبره اللي عملناهم. هنا نحط الزيتون فوالا، نزيدو نعملو كعبات اخرين. البلا ماهوش صعيب برشا، ونعطيكم افكار باش نجمو تعملو دوتر بلا، تنجمو معنتها اونشانج ان بو اونشانج ان بو. هذاك علاش احنا في سي بي سي بنا وفي الكوجينه التونسيه حبينا ننوعو لكم، نعطيكم افكار تاع تونس كيما احنا ناخذو الافكار تاع الجزائر. البلا تاعكم تراديسيونيل، انا دراني ندور وديما راني جو سوي كوريو، ديما ماذا بيا نلقى معاك مراه كبيره هكا زمنيه قديمه تعمل لي بون بلا كل وناخذ من عندها. هذاك سي ديكسيونير، ديكسيونير هذاك، هذاك سي ان تريزور. ليت المراه الكبيره اللي عندها وصنيفه كل راك تاخذو من عندها لو ماكسيموم وما تشبعوش، تبقى قاعد بحذاها. حاجة بربك الحاجة هذيك كيفاش كنا نطيبوها الحاجة هذيك، وتعطيني الغوسيت وتعطيني الاستيس وتعطيني، ونبدا انا نبدا الشيخ خاطر هذوكم سي ان باتريموان اللي باش يذيع هذيك، علاش ناخذوا لو ماكسيموم من عندهم. لهنا لي بولات حضروا، شو باش نعمل؟ باش نحضروا ميزون بلاس وباش نقليهم. ناخذوا المقلة نتاعنا نحطوا له زيت نباتي مش برشا، ان بندويل. لهنا الكعابر حضروا، شنو باش نعمل؟ باش نحضر عظمه عنا الفرينة حاضرة، نعملو عظمة على نركضوها شوية مليح حطولو شوية ملح شوية فلك باش هكاك ما يجينيش فاد كيما نقولوها، نجمو نحطو شوية جبن زيت. الزيت بدا يسخن، باش نغطسو الكعبورة في العظمة، ومن بعد نكفنوها في الفارينة، احنا نقولو نكفنو في تونس، ونخليوها نعاودو عظمة أخرى، كعبورة أخرى في الفارينة، ومن بعد في الفارينة على يسخن الزيت باش نحط نطيب الكعابر. سخن الزيت اب نزل شوية، فوالا حضرناهم. الزيت بدا يسخن باش نبدا نقلي فيهم بشوية بشوية، فوالا نرميهم في الزيت. يقعدوا يتيبوا، لازم الزيت يبدا يكون سخون شويه باش فيه ساعه يطيب
ونعرفوا الاسكالوب ما يشدش برشا تياب. بالنسبه للسلطه نتاعنا راهي سهله برشا. شو باش نعمل؟ باش ناخذ بتنجيله قليتها وبردتها، بصل كميه باهيه تاع بصل، طماطم كعبه طماطم، معدنوس، نخلطهم كل ما بعضهم، ما نفوحش توا الخاتم بعد الطماطم نتاعها باش تصيب الزيت نتاعها والكل، نخليها على dernière minute، نحط شويه زيت وشويه قارص، قارص بزيت شويه خاطر بريباراسيون نتاعنا تحب شويه قارص، نحطوا لها شويه زيت وشويه قارص، ملح في الاخر، نعملوا دريساج نتاعنا فيها طن تو تشوفوا سي فاسيل برشا. وبالنسبه للصوص نتاعنا قاعده تيب سله سله اموره واضحه لك عابر. قاعدين يتقليو منهبطهم كما يحمروا، منهبطهمش قبل، هلا نخليو الكعابة يتقليو. الصوص نتاعنا حضرت، ناقصة كان باش نطفي عليها السلطة باش نحطها في الفريجيدير تبرد، ومن بعد باش نرجعو بعد فاصل باش نعملو تشوفو الدريساج نتاع السلطة نتاعنا، وتشوفو كيفاش عملت الدريساج، باش نعمل الدريساج نتاع الكعبر بالزيتون نتاعنا، نرجعولكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. لي بلا نتاعنا حضروا، السلطه كما قلت لكم شويه ملح شويه فلفل اكحل، عصيره بها قارص، لاسامبلاج نتاع الطماطم، البيتنجيله لازم تقليها وتخليها تبرد قصوها اون بتي كوب، البصل، المعدنوس، كل ما بعضه ونحطها. راك تشوفوها السلطه فيها بليزيور كولوراسيون حلوه وبنينه وحلوه برشا. بالنسبه للبلاب تاعنا البرينسيبال اللي هما الكعبر زيتونه الغلا، هذايا ما نحكي لكش خاطر ما كملت صورت وما كملت انا حطيتهم الكعبر هذوما، خاطر عندي جماعه هوني ما نحكي لكمش شادت جول مش ما يسولوش الكعبر، على قليل نكمل نصور ومن بعد ياكلوهم. كعبر عملناهم بالزيتون خفاف وبنينه برشا. نعاود نقول لكم الرسيت كيفاش، اللي هي ناخذ الحم مفروم تاع الدجاج تاع بلونت بولي، شويه جبن، ملح، فلفل اكحل، وزيت، نعجنوهم مليح، ما ننساش الثوم، نعجنوهم مليح، ومن بعد نكعبر، ندورها بالزيتون، نكعبرهم مليح، نغطسهم في العظم، ومن بعد في الفرينه، نقليهم، الصوص نتاعنا صوص عادي، صوص طوماط، طوماط فخي، شويه طماطم معجونه، شويه بصل، اكسيتيرا. البلان تاعي ما عملتش اياخ، حطيت الصوص وحطيت كعبات الكعابر نتاعنا. هذا هو المنيو نتاعنا نتاع اليوم، ان شاء الله عجبتكم الفكره، وان شاء الله نشوفكم في غوسات جديده. نقولكم توا بالسلامه.